هي مناورات التنين اللي بيديرها حلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية هي مناورات ذات طبع دوري، لكن هي تتم في جو مختلف، أبرزه أن دولتين بالقرب من روسيا انضمتا الحلف الأطلنطي، فنلندا والسويد. المشكلة بتزداد في بحر البلطيق، روسيا تملك إطلالة على بحر البلطيق، لكن بحر البلطيق بانضمام السويد وفنلندا وبقى في سعي من الناتو حلف شمال الأطلنطي لأن يجعله بحرا خاصا به. إيه الإعاقة اللي موجودة على ضفاف هذا البحر؟ إعاقة تانية، روسيا لها إطلالتان، جسم روسيا الأساسي ثم مقاطعة اسمها كالينينجراد، وهي مقاطعة ضمتها روسيا إليها بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت في الأصل مدينة ألمانية وليس لها اتصال أرضي بالبر الروسي، يتم الاتصال عبر ممر اسمه سوالكي، بيعبر عبر دول منضمة للحلف الأطلنطي زي ليتوانيا، وقد كانت دولة من دول الاتحاد السوفيتي من قبل. فالوضع معقد في هذه النقطة، لكن المناورات كلاسيكية، وأظن أنه من الواضح أنه الحرب الجارية في أوكرانيا واللي كانت ذات طابع عالمي من البداية بيتأكد طابعها العالمي أكثر فأكثر. اثنين، بيتأكد تقدم روسيا على خصومها في الميدان الأوكراني، روسيا تنجز تقدما عسكريا وتكاد تملك فرصة الحسم العسكري. طيب، بالحديث عن تقدم روسيا ميدانيا، كان في ضربة صاروخية روسية بالقرب من أوديسا في البحر الأسود، والحين هذه الضربة كانت قريبة جدا من موكب الرئيس زيلينسكي الأوكراني طبعا، وكان عنده اجتماع هو مع رئيس الوزراء اليوناني. هل هذه الضربة بتعزز من قدرة روسيا الميدانية؟ هل هنا مثلا، يعني أنا بسأل حضرتك، هل مثلا روسيا بتوصل رسالة للرئيس الأوكراني، إحنا نقدر نجيبك أو إحنا قريبين منك؟ يعني أظن أن الرسالة ضمنية، أما أن روسيا تستطيع الوصول إلى زيلينسكي فهي فعلا تستطيع الوصول إليه، يعني لأنه ما نشهده الآن هو عودة كبيرة لفكرة المخابرات الروسية، يعني التسجيلات الضباط الألمان وبينهم قائد سلاح الجو الألماني تمت من خلال عمل مخابراتي، يقولون في الغرب، يعني مثلا صحيفة الديلي تيليجراف بتتحدث عن إعادة بناء مجد الكي جي بي، طبعا جهاز المخابرات الروسي لم يعد يحمل هذا الاسم الآن، لكن بيحصل إعادة بناء واسعة لهذا الجهاز، وهناك جواسيس لروسيا بعضهم يتساقط بعضهم يبقى، لكن أن تكون روسيا في معاقل وزارات الدفاع الغربية هذا شيء أصبح ظاهرا، لأنه الذي حصل مع الألمان كاشف جدا، ولا يعني ببساطة جديدا في وجود القوات غربية في الميدان الأوكراني، هذا أمر معروف للكافة، سواء من خلال المتقاعدين الذين ينضمون الفالق الأجنبية أو من خلال قوات قائمة بالفعل، إلى حد أن الرئيس الفرنسي ماكرو حين تحدث عن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا رأت وزارة الداخلية الفرنسية أن تنفي هذا الكلام، وقالت أن الرئيس كان يتحدث عن قوات خاصة، فهو هذا إقرار بوجود قوات خاصة. وطبعا في الكشف الألماني والتسريب الألماني واضح جدا أنهم يقولون أننا نريد أن نقلد ما يفعله البريطانيون والفرنسيون في اعتراف ضمني ألماني بوجود قوات بريطانية وفرنسية، ونحن نريد أن نذهب لنشرف على تشغيل صواريخ تاوروس حين نسلمها لأوكرانيا. أدهى من ذلك أن أحد الضباط قال بس انتبهوا، صواريخ تاوروس غير قابلة للتشغيل أصلا، في مشكلات في تشغيلها، ولا محتاجين تدريب لسه عليها الأول؟ لا، قال أن الأوكران يحتاجون إلى تدريب، ولأن هذا التدريب سيأخذ وقتا طويلا فنقوم بذلك بأنفسنا. لكن بعد كده صوت آخر قال أنه الصواريخ ليست جاهزة للتشغيل الآن. ففي الحقيقة ببساطة واختصار هذه الحرب مغزاها العالمي واضح، هي لم تنشئ عالم فكرة التحول لتعدد الأقطاب، هي كشفت، لأن التحولات في مراكز الاقتصاد والسلاح والتكنولوجيا جرت على مدار عقود طويلة. حرب أوكرانيا قيمتها إنها زي ورقة عباد الشمس كاشفة لمسار الضوء، وبالتالي
التحول مضطرد لصالح روسيا، وروسيا بتحول أوكرانيا لأفغانستان منهكة بالنسبة لأمريكا، وليس كما قصد الأمريكيون أن تتحول أوكرانيا إلى أفغانستان للروس. طيب آخر سؤال في ملف روسيا قبل أن أنتقل إلى ملف آخر. تفضل. أوروبا أصبحت الآن بتخشى كثيرا من ازدياد نفوذ روسيا، وده حصل في تسريبات في تصريحات كثيرة جدا. هل تعتقد أنه ممكن تقترب أوروبا من الحرب المباشرة مع روسيا، ولا أوروبا أنصح وأذكى من كده ومش هتدخل أبدا في صراع مباشر مع روسيا؟ يعني هي أوروبا ليست أنصح من كده، هي أخوف من كده، بمعنى أنه الصدام مع روسيا يعني التحول إلى صدام نووي، واثنين أنه في تصادم مع الحقائق الجيوسياسية الأساسية. روسيا أراد روسيا تشكل 40% من مساحة أوروبا، فهنا في النهاية الحقائق على الأرض ضد الإملاءات الأمريكية ودفع الأمريكيين للأوروبيين إلى الصدام مع روسيا، خاصة وقد استهلك هذا الصدام كثيرا من الطاقة الغربية، يعني في مئات المليارات من الدولارات في أسلحة. حتى لو افترضنا جدلا أن مجلس النواب الأمريكي وافق على 60 مليار دولار إضافية، فقد لا يعني ذلك شيئا كثيرا يعني.